الخير مشاهدينا الكرام وفي قناة التونسية، مساء الخير، مرحبا بكم في برنامج عندي. ما نقول لك طبعا للمشاركة في البرنامج وسائل الاتصال والتواصل، الاتصال بنا على الرقم 28 835 ألف كما هو موجود أسفل الشاشة، وإلا تبعثونا مساج ما فما حتى مشكلة، أو على رقم الفاكس 71 940 260، أو التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي في على عن طريق الفيسبوك. طبعا باجة عندي ما نقول لك هي الباجة الوحيدة، فما باجات أخرى مستنسخة ما تدخلوا لهاش، تو تعرفوا أن هي الباجة الحقيقية كما العنوان اللي موجود أسفل الشاشة، أو الاتصال بنا على العنوان التالي 26 نهج المعمل الشرقية 2. قبل ما نبدأ وناخذ فكرة على الحكاية اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقول لك، نعملوا طلع على زميلة سارة. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بيك سارة. يعيشك. شنو هي الأحوال عندك الفوق؟ الأحوال خرق العادة. يعيشك. فكرة وحوصلة حوصلة على الحكايات، حوصلة للحكايات اللي باش تتعدى الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. نتمنى لكم مشاهدة طيبة للجميع. الليلة في عندي ما نقول لك باش نتفرجوا في ثلاث حكايات، باش نتعرفوا على حكاية مدام سعاد اللي بنتها كانت ديما تعنف فيها ووصلت حتى طردتها من الدار. شو وضعيتها؟ كنت تغشش تعمل قدامها تعمل. تخرجك بالسيف تقول لك جيب لي الفلوس. والله فما مره قلت لها غفران ما عنديش فلوس. قلت لها غفران ما عنديش فلوس. قالت لي بيع روحك للسيود وجيب لي الفلوس. هاي كاردي تسلف جيب لي الفلوس. بيع روحك وجيب لي الفلوس. ما يهمنيش، بيع روحك للسيود وجيب لي الفلوس باش تشري. جيك في حاله طبيعيه ولا ايه مادام بعد ما تعطيها الفلوس؟ دخلت الفلوس تركها. هي تو انت شبيك؟ علاش جيت انت؟ انا الانسان هذيا انا مادام تعبت عليها و صرفت على دم قلبي وتسرت عليها الليالي ما نحبهاش تضربني. لكن قبلها باش نتبعوا حكاية سيلا سعد اللي بسبب نسيبته هربت مرته بالدار ورفضت باش ترجع له. نحكم في مرتي نحكم فيها انا، كيجي جدها وامها يقرروا برنامج بين بعضها ما انا ما عادش مالي معاهم في الدار. تلقى روحك البر. لا عطوش. انا واخو مرتي واخو مع ردكرول. اما توا باش تفرجوا في حكاية كريم اللي كان ديما يضرب مرته، الشيء اللي خليها تهرب هي وولادها من الدار وترفع عليه قضية طلاق. فت معي ثمانية. قديش عمرك انت وقتها سمحت؟ 17 سنة. وهي قديش عمرها؟ برسك 21 سنة. أكبر منك. أكبر مني ومعرسة ومطلقة. وحكيت لك هي؟ حكيت لي الحكاية. شو اللي شدك فيها انت؟ شو اللي عجبك فيها؟ معرش. لا لا بتقوليش معرش. بالنسبة للحكاية ذي أنا لحد الآن. لا لا استنى أنت ما جاوبتنيش. شنو اللي عجبك فيها؟ عجبك حاشم؟ مانيش حاشم. كلش عجبك فيها؟ كلها عجبتني. أما لحد الآن مانيش عارف أنا علاش هنا وأنا علاش جيت باش نرجع بنحبها. لما تتعطل لغة الحوار في بيت من بيوت التوانسة يجيوا البعض منهم إلى برنامج عندي ما نقول لك لفضان هذا الإشكال. الليلة باش تفتح حوار بين مرأة هاربة من الدار. في هذا السياق نستقبلوا مع بعضنا كريم. أهلا بك كريم. مرحبا بك. مرحبا. أهلا بك كريم. هاي سيد. اهلا بك كريم. قداش عمرك سيدي؟ 26 سنه. منين جيتنا؟ من نفزه. متزوج؟ متزوج. مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين في نفزه من ولايه باجة هكا حتى نتعرفوا على حكايتك اكثر مباشره. تشاهد معايا هذا التقرير. طب العنف والضرب عمرهم ما كانوا الحل للمشاكل بين الازواج، لكن بالعكس يزيدوا يعقدوا الامور ويوصلوها لطريق مسدود. هذه حكايه كريم اللي حبه لفاطمه خليه يهرب معاها من الدار ويكتبوا صديق ويحطوا العائلتين قدام الأمر الواقع. رغم فارق السن اللي ما بيناتهم فإنه كريم تعلق بفاطمة واستقر معها وكونوا عائلة. لكن بعد العرس تبدلت فاطمة مع كريم واللي ديما تخرج من الدار، الشيء اللي خلى كريم يضربها ويعنفها برشا مرات. وفي نهار هزت فاطمة ولادها وهربت من الدار ورجعت لعائلتها ورفعت بكريم قضية طلاق. والليلة جاء كريم لعندي ما نقولك يحب يتصالح مع مرته وينحيلها فكرة طلاق من مخها باش ما تتخليش عليه بعد ما تحدى عائلته على خطرها. أهلا بك كريم مرة أخرى. بيك يا عايش. وين تعرفت عليها كريم؟ في تونس لهنا في أريانة. في أريانة كيفاش؟ احنا ساكنين وخوها ساكن فوق منا. أنت تسكن في تونس يا أخي؟ لا كنا نسكن في تونس. كنت تسكن في تونس.
كنا وقت توفى الوالد جينا رحلنا من نفزة، سكننا هنا في تونس في عريان. أيوة. كرينا نحن الدار الكل. أخوها ساكن فوق منا. أخوها يسكن فوق. ما هي الفوق زادة؟ لا. هي في البلاد وقتها. في البلاد. هو ساكن معزاء. جاء فهمتني أبقى غادي بقى حكاية 6 شهور. تعرفنا على بعضنا أنا وأخوها. أيوة. بولينا أصحاب مع بعضنا. أيوة. فهمتني جت هي قالت له طلباته في التليفون، قالت له يا محمد راني في باب علاوه عرض لي. جت لتونس. جت لتونس. قال لي انا فين باش نسكنك، انا بكل عزاب فين باش نسكن. الحاصل وبقى ابوبري هكاك هبط لامي لوطا. ايوه. كلمها قبلتها. ايوه. جات للدار معناتها. جات للدار. بقيت حكيت بحثين الجامعتين ومن بعد هربنا مع بعضنا النفزة. شو؟ هربنا من بعضنا النفزة. جات ضيفة بحذاكم في الدار. اي قطعت هربت. هربت انا وياها النفزة. السار بالضبط. فهم والله معناتها اخوها جاء قال لها ما نجمش ما نجمش نتعرف معناتها ما نجمش، قال لها انا نسكنك معايا. لا متفاهمين متفاهمين. لا انا حبيت نفهمك. معناتها اخوها هو يسكن مع عزاب ما نجمش يسكنها. جايبها ضيفة في داركم امانة. قعدت الجمعة هربت انت وياه؟ حابين بعضنا. مش وين حابين بعضنا ما عرفش انا بالنسبة للحكاية هذه. صار في الجمعة هذيك السار. كيفاش حبيتوا بعضكم؟ ما عرفش خرجنا مع بعضنا حاولنا. وين خرجتوا؟ مشينا للبحر بريود سيف. بالله. فهمتني؟ عمنا. بالله هذا كل في الجمعة. احنا شيخنا. بالله. فهمتني ما غادي خذينا الا وجه وهربنا النفس. ايه الطفلة أمانة في الدار عندكم غاديك في دارهم. هي اللي قنعتني. كيفاش احكي لي احكي لي هي قناتني كيفاش بديت الحكايه؟ كلمتها كلمتك هي؟ بدينا نحكوا مع بعضنا في الدار. في الدار وحدكم؟ وحدنا. والدار وين؟ الدار امي تخت. اه واخوتي صغار معناها. اخوتي كي خلطت عليهم اخوي صغير عمره 4 سنين. الاخر 7 سنين. حكيتوا مع بعضكم عجبتك؟ عجبتني. فهمتني خذيتها عن حب. بقيت معايا 8. قداش عمرك انت وقتها سامحني؟ 17 سنه. وهي قديش عمرها؟ بريسك 21 سنه. اكبر منك. اكبر مني ومعرسه. ومطلقه. وحكيت لك هي؟ حكيت لي الحكايه. شنو اللي شدك فيها انت؟ شنو اللي عجبك فيها؟ ما عرفش. لا لا ما تقوليش ما عرفش. يبدي كيف بالنسبه للحكايه هذه انا لحد الان. لا لا استنى استنى انت ما جاوبتنيش. شنو اللي عجبك فيها؟ شبيك حاشم؟ مانيش حاشم. كلش عجبك فيها؟ كلها عجبتني اما لحد الان مانيش عارف انا علاش هنا وانا علاش جيت باش نرجعها. نحبها. شو ماكش عارف انت؟ مانيش عارف. علاش انت لهنا وعلاش جاي باش ترجعها؟ نحب. استنى لي بشوي. امشي معايا بشوي بشوي. دونك حكيت انت وياه؟ حكيت معاه. قالت لك اللي هي مطلقة. اي. اي. شو اللي عجبك فيها؟ تصرفاتها، شخصيتها. اي. معناتها قلت هذه هي المرأة اللي ممكن تناسب تخوها. وكيفاش برمجتوا باش تهربوا؟ والله ما حكينا شيء. برمجنا في الليل كنا باش نوصلها هي عطاها اخوها ركوب. باش نوصلها للباب عليه وباش ترجع لدارها. هي من غادي تعدينا الباب سعدون. ما يقول ما مشيناش باب عليه تعدينا باب سعدون وهبطنا. غلطتوا في المحطة ولا كيف؟ غلطنا في المحطة. هي مشيتوا لباب سعدون. مشينا لباب سعدون. وين مشيت؟ مشينا النفزة لدار الوالد يرحمه. دار الوالد شكون فيه؟ اما فيه حد فارغ. فارغ مسكرينها. وعلى أي أساس خذيتوا القرار باش تهربوا؟ ما عرفش. كنت تنجموا تحكيوا وتاخذوا وقتكم، داركم في بالهم، تمشي تخطب الطفلة، تحكي مع عائلتهم، تحكي مع أخوها اللي أعطاك أمانة، قال لك برا امشي وصلها معناتها الباب عليه وباش تروح، يا أخي تبدل المحطة وتمشي لبلاصة أخرى. بدلت المحطة كومبليت. علاش قررت هكا؟ ما عرفش الوقت هذاك ما عرفش بالضبط. لا لا تعرف أنا علاش قررت؟ لا وقتها مازلت صغير في سن مراهقة بالطبيعة أي واحد. ما عرفش. لا مش اي واحد يتقبل طفله يهرب معاها. ما لا ما قلتش هكا. اما اي واحد معناها في سن مراهق نتصور يجازف في الحكايه هذي. وانت تو بصراحه غرت بك هي ولا انت غريت بها؟ والله هي دمرت لي حياتي كومبليتمون حاليا. لا لا خليك. لا لا حاليا عليك بالتدمير. استنى نحب نتبعك. نهار اللي بدلتوا المحطه شكون غرر بالاخر انت ولا هي؟ ما بعدنا الزوز مشيتوا لنفسه. اي شو عملتوا؟
جو جت امي لحقتنا عمومي. لا 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 قداش قعدتوا غادي عاد مش انتوما مشيتوا جات امك؟ لا لا دوب من السنة لابها عمي مش دخلوا عمك ما يسكن بحذان جاء فهمتني عمي صب الصبة صب الصبة تلب امي قال لها راهو كاين راهو جاب امرأة ايوا فهمتني ايوا امي بالوقت خذت لواج لحقتنا كيفاش الحكاية قلت لها انا ما نسلمش فيها وهي قالت لي ما نسلمش فيه فهمتني؟ اي بقينا كيك حكايه 8 شهور اللي هبطت وقتها وين قعدتوا؟ في الدار ثم غادي ها 8 شهور مع بعضنا 8 شهور تخدم انت ولا اش تعمل ولا؟ نخدم ها؟ ندبر في راسي في المرمى في وفطوم معاك؟ ها والجيران في بالهم في والعائلات في وكل شيء في بالهم بقيت معايا خوها ما كلمك سمح جا وبقى بحذايا حكينا في الموضوع وفي بالهم يهزوا اخته يروح ها في بالهم واخته ما حبش تروح شنو؟ ما حبش تروح معاه يهز اخته شنو؟ ما بتش ما حبتش تروح ما حبتش وانت ساعدتك الحكايه سكت يعني طفيت الضوء سكت بقينا كيك حكايه 8 شهور ما عرفش وقتها هبط قانون وقتي قايد وزداك 18 سنه قعدت تستنى في 18 اي قايدت زداك كتبت زداك كتبنا زداك اي جبنا نور اليقي نور اليقي جبتوها قبل الصداق ولا بعد الصداق؟ لا وهي حبلة ولا هي حبلة فهمتني وهي حبلة قيدنا الصداق ايه فهمتني جبنا نور اليقين عايشي لاباس صيح انا غلطت عرستوا المهم عرسنا غلطت مع انا صيح العائلة تفرحوا وافقوا وعملتوا عرس عملتوا كل شيء ما دونك فما غلطة صارت تصلحت تصلحت بيه سي بون حاجة باهية هذه يعني تصلحت تصلحت كتبتوا صداق بيه هي بقينا فهمتني سافا مع بعضنا لاباس معناتها هذيك هي سامحني اختيارك في المراه صحيح ولا غلط حسيته بعد ما جبت الولايات؟ لا صحيح صحيح عادي معايا ما ريت من عاد شيء باهي فهمتني بقينا كياك زدت جبنا رؤى بنيه ربي يفضلها لك هي بعد قداش من عام من اللي جبتوا نور اليقين بيناتهم 3 سنين جات البنيه بدات تجيها امها امها تجي للدار اي ايه ولا تتبدل كل ما تمشي مع امها ضيفه ولا كيفاش تتبدل جهة امها تتبدل كيفاش تتبدل تتبدل كيفش في احاديثها في لغتها في اي حكايه اش تقول لك تتبدل كومبليتوم اش تقول ما عادش نحب نعيش هنا ما عادش تساعدني العيشه نحب نعيش وحدي ما عادش ثنيه ما عادش شو تعيش وحدها تحب تبني وحدها تعيش وحدها على هي وين عايشه هي وين ساكن انا مع امي في نفزه غادي هاي. امك جات لنفزه خاطر قلت لك كانوا في تونس رجعنا رجعتوا الكل اي دونك قلقت من وجود العائله قلقت حسب حديثها هي بالنسبه لنا نحن مش مقلقين في حد شيء وصلنا بدينا نتنابزوا كل مره كيفاش عملت هذه 3 مرات اش عملت تغادر الدار بدون اذن ما غير ما تقول لك وين تمشي تمشي للدار المره الاولى المره الثانيه كلت ما عندي ترايح باش نكذب ضربتها ضربتها عنفتها عنفتها برشا برشا عنفتها علاش في البريود الاولى عنفتها علاش ما على على الحكايات هذي تهرب وما تقولش تمشي وما تقولش تمشي وما تقولش على الحوار ما يكفيكش علاش بتضرب انت ما تفهمش ايه العبد كي ما يفهمش نزيدو نضربوه باش يفهم ما قلتش انا باش نضربوه باش يفهم بلا شنو اما انا طبيعتي اي نحكي 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 مثلا وما تفهمنيش تضرب نضربها نحكي لها انا بعد ما تضربها عملت لي جاست انا اليوم استنى بعد ما تضربها تفهمش على الاقل تفهم والله تفهم ما انت تخدم بالضرب المره تخدم بالضرب تضربها تفهم هاي ما تضربهاش ما تفهمش بل علاش جيت هنا كملت اعطيتها اعطيتها على مرمتها طريعه باية وفضيت المشكله بيناتكم ماهوش هذا الحديث ما يحلش هذا الحوار لا تعرف علاش هذا الحديث الضرب ما يحلش الحوار تيماني انا حبيت انا غلطت دقيقه غلطت معاك صحيح نعم كريم حبيت نوصلك لهذا اذا كان العنف في ظل غياب الحوار ادى النتيجه حسب ما تقول انت راك مكشوني انت صح اذا كان انت قلت لي ما تفهم كان بالضرب لا المره الاولى هذيك أه؟ بعد رجعت سافا الامور بيناتنا عام حاسيلو 2013 اي بريود 3 جام في اي هربت هربت علاش؟ الله اعلم ما تقولنيش ليش سبب تدعي انا مريض بحزامها بالكونسير فما سبب شنو هي كونسير خي معلش الله عافانا وعافاكم الله هي قالت لك عندي سرطان اي
وكيفاش عرفت؟ هزيتها للطبيب انت؟ هزيتها للطبيب. لا ماهيش ينداوي فيها من الحكايه هذيك. عند الاحمد في خشمها وفي جراجين. هي ايش قال لها الطبيب؟ ما لاباس. لاباس الحمد لله. ما منين طلعت بحكايه السرطان؟ ها؟ ما عرفش. اي وين مشيت؟ مشيت لدارها. كلمتها ولا؟ ماهيش. ايه مشيت لحاقتها مره واثنين. حكيت معها؟ حكي معها يا بنتي ارجع يا بنتي دارك يا بنتي كذا. مشيت انا وامي مشيت 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 شيء. اخر مره كلمتني قلت لي كريم. قلت لها نعم. قلت لي جيب كرهبه ويجهزني. نروح به. كريت كرهبه 200 دينار من نفزه للقصري. للقصري ليه؟ وصلنا غادي قالت لي قلت لها يا نروح انا جبت كرهبه. قلت لي لا شمعت هذيك. شنو؟ قالت لي متشمت فيك. يجيب لها كهرباء وتخسر 200 دينار معناتها شماتها؟ شمات. باه نحسبوها شمات. شمات. لا يشمت فيك حد. باه. طفيت الضوء. طفيت الضوء. باه. هذه ساعة عاملة بيا شكاية. قلت ليش علاش شكيت بيا؟ بعثت لها عاد المنفذ مرتين. علاش؟ حبها ترجع. ايه. حبها ترجع. ما بتش. هي. فهمتني؟ آخر مرة قلت نعمل محاملة في عندي ما نقول لك. ايه. ترجعش. ترجعش. والأولاد وينهم أولادك؟ عندها هي. عندها هي. قداش تكمريتهمش؟ ست شهور. شفتهمش بالكل؟ وعلاش ما شفتش أولادك؟ ما ظروف. شنو الظروف؟ ظروف. كيفاش ظروف؟ عندي ظروف أسباب. شنو هما؟ نجم نعرف ما يسالش؟ ما يسالش. تخاف لا تمشي تصير مشكلة ولا؟ لا نحكي معي بصراحة. ثم هي أنا خايف لا تصير مشكلة، تبع في عائلتها برشا، فهمتني؟ كل مرة نلقاها في بلاصة. شنو كل مرة تلقاها في بلاصة؟ مرة عند خوها، مرة عند أختها، مرة عند دارها. تمشي للعائلة. أنا ما ساعدنيش. مرا على ذمتي في غضبانة في دار بوها في دار بوها. نعرفك كي نمشي نلقاها في دار بوها. إي لكن خوها ولا أختها ما يقلقش. بعد. علاش جيتني يا كريم اليوم؟ حب الرجع. تحبها ولا ما تحبهاش؟ نحبها. تو فما راجل يحب مرته وماهوش قادر باش يرجعها. لا. مالا فين الحب أمال؟ كيفاش تحبها وأنت ماكش قادر؟ أنا علاش مانيش قادر باش نرجعها؟ خاطر كل ما نمشي نحكي معاها يدخلوا عائلتها. تي مش مشكلة ما هو احكي مع العائلة. العائلة ما يفهموش يا سي علي. العائلة أكيد فما ما يفهموش. لا ما فماش حتى سبب. مخبي عليا حاجة. لا ما فماش حتى سبب. حكيت الكل هذايا. ما فماش حتى سبب. علاش هاربة المرأة منك؟ ما عرفتش. تعرفش علاش؟ أنا بيدي باش نسألوا له السؤال هذا اللي. ماك خاطر ضريتها بالطرايح. لا عطير الطرايح سي علي. أربع سنين راهو ثلاث سنين فاتوا. صحيح تكلم عندي في الترايح. أربع سنين عادش. ما عادش. ما عادش. لا بارك الله فيك يعطيك الصحة. ما عادش متعاشرين سافا وحدة وحدة هزت باشها مشيت طالع. فما سبب. قدمت شي قضية في الطلاق هي؟ لا ما بتش. بالكل بالكل. ما بتش. شكون تحب لي نجيب لك كريم اليوم؟ فطو. فطو. هذه الحكاية كريم كيما هي بالحق ما فماش حاجة. هذه الحكاية بالحق. باهي الليلة أنا باش نجيب لك فطو يا كريم. في برنامج عندي ما نقول لك كريم جاء البرنامج عندي ما نقول لك مرته هاربة عندها عام من الدار جاء الليلة حب يرجعها في برنامج عندي ما نقول لك يقول أنه كان يضرب فيها لكن بعدها بطل وعلى أقل سبب المرأة يبدو لأنها غادرت محل الزوجية قدمت به قضية في النفقة جاء اليوم البرنامج عندي ما نقول لك يحب يرجع مرته اللحظات الحاسمة مع الزميلة سارة مساء الخير. مساء الخير عليك. مساء الخير سارة شكون بحذاك لك؟ بحذايا يا مدام فطوم. مرحبا. مرحبا بك. بيك عايشك. محلى اسمك. عايشك. منين جيتنا انت اليوم؟ مبروكة ما تمديت مش بعباس وليت القصري. وليت قصرينا مرحبا بك. قداش عمرك؟ 29. 29 سنة. عارسة وعندك صغار هكا؟ عندي ولاد وبناي. شو اسميهم؟ نور اليقين نور اللي هي مريم. اسمع سيدك تبارك الله ما احلاهم لسامي في عائلتكم ربي يفضلهم لك فما شكون استدعاك الليله في برنامج عندي ما اقول لك تفضل مع حاتم يوصلك بحلى على البلاتو
اهلا بك. عسلامة للا. مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك للا. وبيك عاشك. عندكش فكرة شكون ينجم يكون استدعاك ولا استدعتك؟ عندك فكرة؟ عندي فكرة. باهي نقدم لك مؤشر ولا زوز؟ لا نقدم لي يا حماتي يا راجلي واحدة منهم. حماتي. يا حماتك يا راجلي. يا راجلك ما لازمني نقدم لك مؤشر باش تفرغ على الأقل يا حماتك يا راجلك. المؤشر رقم واحد توب. يا مدام فتوم اللي رايو صالح ما يخلي الغديرو يشرب من الماء المالحة مش هكا؟ اللي رايو صالح ما يخلي غديرو يظهر له يشرب من الماء، معناتها يشرب من من الماء صالح. حماتي حماتك تصور هيك به؟ علاش فما مشكلة؟ علاه أنت عندك مشكلة مع حماتك يا أخي؟ لا ما عنديش مشكلة، على خاطر ولدها تقول لك نمشي أنا في بلاصة ولدي، فهمت؟ آه تقول لك تمشي هي في، علاه أنت عندك مشكلة مع حدا؟ مع راجلي هكا هو ما عندك. آه عندك مشكلة مع راجلي. آه. باهي نقدم لك مؤشر آخر لعل لا ربما يأكد لك وإلا يبعدك. المؤشر رقم اثنين طب. يا مدام فتوم ناس بكري قالوا الدنيا بحر فيها المليح وفيها المشوم، وانت عارف وين تعوم مش هكا؟ الدنيا فيها الباهي والخايب. الدنيا بحر فيها الباهي وفيها المشوم، وانت عارف وين تعوم وين تحط ساقيك. كل واحد يعوم وين يحب. ايش باش نقول لك واحد منهم هاني قلت لك. شكون؟ حماتك. نتصور هكا ولا كريم زاد. لا ثبت توا كريم ولا احمد. شكون كريم الساعه؟ شكون كريم الساعه؟ كريم راجلي. اه كريم راجلك. اي والا حماتك. حمات. شوف معايا شكون اللي استدعاك الليله في برنامج عندي ما نقول لك. شبيك؟ شيء. نحكي لك الحكايه كيما حكاها لي كريم، قول لي شنو الصحيح وشنو الغلط. كريم تعرف عليك. جاتك ضيافه بحد اخوك، خوك يسكن مع عزاب. خوك اقترح على دارهم انك تقعد ضيافه بحذاهم غاديكا في الدار، على اعتبارهم عائله وممكن انك تقعد بحذاهم. من كلمه لكلمه عجبته عجبك هربته. المفروض يوصلك الباب عليوة، وصلك الباب سعدو. المفروض تروح مني جيت يا أخي هربت معاه السيد هذا للبلاصة اللي هو يعيش فيها. قعدتوا مع بعضكم غديك 8 أشهر كاملين بالتمام والكمال تعيشوا مع بعضكم. بعد تدخلوا العائلات، كتبتوا صداق، تعرستوا، جبتوا صغير الأول وانت حبلة ديجا، جبتوا صغير الأول، بعد 3 سنين جبتوا صغير الثاني. ما يخبيش كريم يقول اللي هو يضرب فيك ضرب مبرح، أما هذا ما يبررش أنك تغادر الدار. يقول أنك تسمع برشا كلام أمك، وملي ولات دار ملي ملا ولاو داركم يجيوا بحذاكم وليت تبدلت عليه وتغيرت عليه برشا. يقول اللي أنت قلت له مريضة بالكانسير ولا شنو، ورفعت به قضية في النفقة، وتوا عندك عامكش في الدار وستة أشهر مراش أولاده. جاء الليلة البرنامج عندي ما نقول لك يستدعى فيك وعنده ما يقول لك. باهي أنا بالنسبة لي أنا خرجت مريضة، ما خرجتش هكاكا، ما لقيتش حتى وصلت به الدناءة اللي معناها ثم حاجات ما نجمش نحكيها لك بالضبط بالضبط، معناها تنجم تقول نبدا شو عمل لك؟ يضرب يضرب مش ما يضربش يضرب. صحيح نوصل روحي نفمي معايا نوصل نضربه ما نكذبش عليك. اه تضرب انت زاده؟ نضربه يضربني، كي يغلب عليا نضربه. اه يغلب عليك برشا تضرب؟ نضربه. وتعطيه طريحة نبش القبور؟ لا 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 آه. لا ما انا حزين نحز على روحي. تحز تدافع على روحك. يعطيك الصحة. هذايا لا يبرر انك تبعد على راجلك عام. عندك مشكلة مع الراجل هذا شنية؟ ما تقوليش مريضة. لا والله مشكلتي المرض. مش كل امرأة مريضة تهرب من الراجل؟ قسما بالله. اي اي اي, أي فعل. ما نقولش معاه. عليه هك وصل ضرب مرته وراهو ما حدش باش قول لي الضارب ايه، ما تقوليش مريضه. مريضه مريضه ويضرب في، ما يحترمنيش كي نبدا مريضه ما يحترمنيش. خلنا نسمعوا. اه يا سي كريم قلت لي استدعى لي مرتي فطوم، هاني جبت لك فطوم. عسلام عسلام. لاباس؟ لاباس الحمد لله. الاولاد لاباس؟ لاباس عليهم. الاولاد وكان حاجتك فيهم راك تكلمهم وراك تسال عليهم وتبعث لهم. عليها يا اخي. الاولاد يا اخي انا كي نهز التليفون نقول له نور نسمع فيك تحرشي.
ما يحبوش يسمعوا سيرتك اصلا وحتى صوتك ما يحبوش يسمعوه. قداش من مره انا نطلبك تبدا ما تهزش عليا التليفون، ومن بعد كي نطلبك تهز نقول لك راهو نور ولا مريم نبدا نسحل لهم هكا مريم يا انا كلموا هكا نور اليقين طريتك انا من الدار ما يحبوش يكلموك الصغار طريتك انا من الدار شكون؟ انا طريتك من الدار انا ما قلتلكش طرتني انا مشيت مقتنعه مشيت مريضه مقتنعه مشيت مقتنعه مستعرفه اللي انا مقتنعه مشيت ولادي اش نعملوا فيه؟ انت مقتنعه انت مقتنعه وكان حاجتك في ولادك وقت اللي طلبتك وقلت لك كريم راه نور اليقين باش يدخل يقرا ما تسكرش علي التليفون اسبوع كامل انت نهار اللي طلبتك انا عملتها بالبونت ونهار اللي طلبتك وقلت لك نور اليقين من غير كتب كيفاش خسرني في 200 الف وانا تعبني مازلت نهز عليك تليفون نجم تبعث له 30 الف انا مازلت نهز عليك تليفون شويه يا مدام سامحني انا نمشي من هنا نكري كهرباء ب 200 دينار يا ولدي خليني توا خسرتهم ال 200 دينار وفات الحكايه ليه ما نعاودش نهز عليها تليفون يا مريضه انسانه يا مريضه مش ربي يشفيك الصغيرات ربي يسهل لك والله ينصحح لك بصوابع العشره ما قلتلكش باش نعاودش انا اعطيني ولادك اعطيني ولادك يرحم والديك ما خشتيش وما عنديش وقت باش نضيعونا اعطيني ولادك كيف ما انت ولادك كي يعطيهم لك الحاكم انت ديجا عامله قضيه عاملين يا فطوم المحكم كي يعطيهم لك الحاكم صحه وبالشفاء بالنسبه لي انا كهوسي على نسيت الهربه معاه ما والحب اللي بيناتكم صحيح نقول لك والكلام الحلو والكلام البيت لا الكلام الحلو والله شيء سي على والبحر قسم بالله والله شيء نسيت هذا الكل نقسم بالله راهي فما عباد باهيه بيناتكم اي ثم عباد باهيه اما ساعات لحظه تمحي لك الزمان الكل لحظة صغيرة هكا نكتة صغيرة تفسخ لك الكراسة الكل تمشي صليتش على النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اهدى لي شوي بالنسبة لي أنا تستنى يا بنتي بالنسبة لك أنت شنو ما سألك حد شوف يا ولدي تحبها يا كريم ولا نحب ها نحب تحب الأيام الطيبة وهي تكذب كأنها ما تحبنيش لحد لا فطوبة موجوعة من حاجة قسما بالله يا سي علاء والله برا اسال نقسم بالله راني بالحق لو كان مش من اخوتي واقفين معايا ولاد خالتي داووني والله العظيم راني مشيت يا بنتي سامحني تبقى تقولي داووني منين مشيت من عندك من الدار سامحني كي تقول داووني صدقني كي هربت نجيب لك الاوراق نجيب لك الاوراق قسما بالله مكسوبي لحظه يا كريم مكسوبي زوز وليدات نشتاق ما شاء الله ربي يفضلهم ربي يفضلهم يا اخي فطور ولدهم ما يجيشوا ما استدعتينيش هما في بلوش كلمت قبل بشهر النهار طحن سنوني قسما بالله يا سعلا نطلب فيها علق علي والله العظيم ما استدعتنيش يا ودي تقف مع اولادك اخي انت مستدعي براني انت ما استدعتنيش ما يعرفش شوية بشوية لا 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 قالت لي راهو مع خطبة عمار كريم انا عمار يا ودي نحكي على ولدك قالت لي راهو اسمع له مع خطبة عمار يا برا مع عمار مشيت مع عمار نلقى عمار عرس وحده وتخيل خويا اسمعني ما تمش ايش باش نعمل له انا سي علاء اسمعني شنو عمار عرس وحده فما حاجة أخرى مدام ولا ما فماش تصور ولده عنده عملية على كراج وما باش يعطيني الكرني قال لي بعثته ويكذب على ما عطيهوليش الكرني سي علاء ولده لتو سي علاء كلمها هي هذا بابا لا سامحني اذكرني مريم دخلت في السبيطار دخلتها في السبيطار في الصيف مرضت لها تقريبا يا بنتي خلنا نحكي طلعت 300,000 يا انت كان ما جيتيش تحبيني مش من كثره الفرحه مهزيه تساوري وخليت الكرني ومهزيه تساوري انا وزداك نحب نفهم حاجه انا توا بديت نفهم بديت مسامحوني بعد اذن الزوز انتم يبدو لي مرضك اثر شويه على حياتك الخاصه مع راجلك هذه الحكايه ولا مش هذه ايوا كي ما نوفرلوش واش طالب يا كلم قل لي من الاول هكا ما توفرلوش يدقك بطريحه ما هذا هو ولا زي كريم لا شو هذه لا هذا هو مدام والله قسما بالله هذاك هو نقسم بالله وانا اللي ضرب راهو سامحني سي علاء مانيش هكا كلمه سي علاء يا كريم بالنسبه لي باش نحكيك كلمه انت ما احترمتش المده اللي هي مريضه فيها انت المفروض تقف معاها مش تنزل عليها وتدقها بطريحه لا يا سي علاء ما ضربتهاش والله يمشي معايا واحد يمشي معايا معناها انا ما نضربهاش على حكايتي هذه يمشي شو على حكايتي هذه اسمعني سي علاء يضرب فيك على الحكايه هذه ولا يضرب فيا وشوف انا ما نضربهاش على حكايتي هذه الجميل ضربني تعرف تصور انا يضربني علي وانا يضربني علي وخلي الضرب لاخر معناها ساعات يضرب باللي يجي قدام فهمت كريم من الاخر العنف ما هوش بالطريقه هذه ومش بالسبب هذا انا بصحيح استعرف انا قلت لك غلط في العنف نجفي ما عادش نحبك وما عادش حتى شيء ما بعدت عليه عندي برشا
كان داويتني وكان عطيتني 100,000 لك الصغار خير، وكان وقفت معايا خير. انا في ازمتي شيء مش فلوس را. مش فلوس، اما اعطيني حتى اسال عليا حتى بتليفون سي علاء. صحيح هذا من حقك كريم. نعم اللي جاي يرجع مرته هاي مش يعارك يعاركها. لا مانيش نعارك فيه خويا، هاي مرتك قدامك، حاول كيفاش تفضل الموضوع بينك وبينها. تفضل. اي انا يعني نحبك ترجع لدارك. بالنسبة لي أنا نقول لك صحح لك بصوابع العشرة، ما نرجعش للدار، ما نرجعش. سماح يرحم والديك. عطيني ولادي، أنت ما ترجعش للدار، أنا ما يساعدنيش كل سبت ولا كل حد ماشي القصرين، أنا خاسر من هنا ركوب. أمورك ما نجمش تطلع على ولادك. أمورك هذيك أمورك. يعني بالنسبة لي أنا قلت لك ما بيناتنا حاك. أنت دمرتي لي حياتي. ما دمرت لكش حياتي، وكان حياتي. عارف روحك باش تدمر لك حياتك. إنسان ما وقفش عليه معايا في محنتي. يا بنتي كيفاش ما وقفتش معاك في محنتك يا بنتي؟ ما وقفش معايا وقت لي أنا في أحس الحاجة، في أمس الحاجة ليه؟ ما وقفش معايا. كيفاش راجل ينجم يرجع مرته؟ بنا كلام، بنا لغة، بنا 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 طريقة. هيا جرب، هاي مرتك قدام بالكلام الحلو. اي هيك الكلام الحلو هيك. لا انا نحبها سي علاء ونحب نرجعها. يا ولدي مش بترجعني انا، باش ترجع مرتك. اي نحبها. احكي معاه. يا فتوم راني نحبك ونحب نرجعك. يرحم والديك، تحبك الايام الطيب. بالنسبه لي انا قلت لك ما عنديش وقت باش نضيع. مدام قال لك نحبك يرحم والدي. استناني عاد، ما هوش مضيعة نتاع وقت هذا. تعرفش معناتها نحبك ولا معناتها يحب عليك انت ويحب على صغيرات وزوز ويحبكم ويحب مع هذا راجلك وهذوكم اولادك ويحب على داره. كيفاش تقول لي ما عنديش وقت نضيع؟ هو مش يحكي لك في وقت الفراغ ولا في الوقت الضايع. هو ما قالكش لا يا نشرب قهوه لا يا نعملوا تحويسه، قال لك نحب نصلح. هذا اش قال لك؟ اللي حاجته في الصلاح. اي راهو جا سال على ذريته. راهو جاء برا وبرا يما وقتها في فترة هو يعرف ايش معناها في فترة. فطوم كان كل كلمة باش يقولها باش تقول ما هو عمل وما هو عمل وما هو عمل وما هو مكروش وما كروش. ماناش باش نقدموا هكاك، باش نقعدوا التالي. قداش عمرهم اولادك الزوز؟ نور اليقين يقرا في السنة الأولى، ومريم اللي هي قداش عمره؟ قداش عمره؟ 7 سنين. ورؤى؟ 4 سنين ونص. مدام زوز أولاد تبارك الله، زوز نورات، 7 سنين و4 سنين ونص. يا إلهي يا رب، جهدك وحده راهو ما يكفيش، يلزمهم بو يقف. الحمد لله استنى. ربي اللي خلقنا ما يضيعنا. الحمد لله يا ربي، والله الحمد لله. كملك هذوكم راهو عندهم بو، كان مازال عندك جرام حب للرجل هذا ومازلت تفكر أيامات حلوة. صحيح عطاك الترايح، صحيح عنفك ضربك عمل فيك اللي ما يتعملش، أما راهو هذاك بو صغارك، وإذا كانوا قادر باش يتصلح الليلة وعنده استعداد أنه يتصلح ومعاش يهز عليك يديه، هنا يظهر لي تعطيه فرصة وتعطي لأولادك فرصة. أنا حاسك تحب وما تحبش، خاطرك مكسور، مجروحة، مضروبة، مدم، ما خلى فيك شيء نعرف. أما كي يستعرف قدام الناس وكي يبدل لغته شوية ويبدل لهجته شوية، أنا يذور لي هذه تكون نطريحة التوبة. كريم. نعم. إيه شو نقولوا لمرأة مكسورة باش نطيبوا لها خاطرها؟ ما واحد كي يغلط شو يطلب؟ السماح. إيه إلا ما نقول لك أنا يا أخي ولا شنو؟ تشبيك بالدزان أنت؟ نحبك تسامح. على اللي عملته معك الكل. شنو محفوظات حافظها هذه؟ لا ولا لا. قول حاجة من قلبك. أنا حسيتها بدأت تلين شوية هكا، حسيتها بدأت تهدى، بدأت تسمع فيك، بدأت بشوية بشوية. لا تحبني. أنا نقول لك هكا التويبيرات راهم طايروا كريم، يا حسرة. فكرها بالنسبة لي أنا راني فكرها يا راجل. جمرة وصبت عليها الماء راني ما عادش. ولو يجيني طلع شكون أصل راني توا الراعي لربي ولولادي، ما عادش نخزر حتى لحد قدام. أخزري لك الأولاد. بالنسبه لي انا نخزر المريم ونور هذوك عينيا هذوك روحي هذوك كي نقعد لهم حيا يزي
هي انا ما حاجتيش حتى بحاجه، قلت لك يا ولد الناس ما وانا حاجتي بك، قلت لك يا كريم تحب تاخذ امراه خوذ، راني مانيش قد المسؤوليه، عارفه روحي مقصره معاك، قلت لك يا كريم تحب تاخذ خوذ ما حاجتيش ياخذ شنو بالنسبه لي ناس تدبر له في امراه انت باش تدبر له ندبر له علاش لا يدبر له عليه يبعدني برك يبعدني ما يتعبنيش وكا هو ما حاجتيش بحاجه اخرى قسما بالله سي علاء والله العظيم شويه بشويه اخي انت مطلقه ماكش مطلقه راك مانيش مطلقه بالحق وكي ما عينكش فيها راك اش بيك ما طلقتوش ما زلت نتبع ران تبع شنو نتبع في المحكم باش تولي محكمه جناحيه رافعه قضيه انت رافعه قضيه فيش. وقلت حتى ولو فيش. قلت ولو حتى مثلا تجيه الفلوس ياسر نطيح عليه الفلوس ويطلق ما حسيتش حتى بحاجه فطوم نعم هني على صغيراتك وعلى عائلتك هني عليهم وليداتك خليني نقول نجم نقول معك كلمة فاتوم جبت لي انت فاتوم توا اه جبت لي انت نعرس لك اي نعود نعرس وانا وياك تكثر شي من هكا هكا ضحكت انت يا اي هكا هي راي هي فطوم حابه اما جاتها صعيبه لا 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 مش لا فاهم الموضوع لا لا والله فاهم لا والله لا ضحكتك وابتسامتك ماهيش نتاع لا لا والله لا لا والله لا هاي تحطش معايا اختار تحطش معايا اختار لي قلت لكم تحطش معايا اختار انا عارفك اي من الاخر استنى استنى بخ الهدره اجا من الاخر يا رجل تطلب منها السماح تو سماح استنى لا سماح. لا لا من غير استنى اما راني انا قلت لك والله قسما بالله هذاك هو قراري استنى نضحك انا كي نبدا انا قلت لك تحطش معايا اختار كي تبدا الندابه توقف وتطيح نضحك خليني خاطرك بالك تطلع غلط وبالك نطلع انا غلط يمكن ها لا ربما شد لي روحك شد روحي كريم نعم اي خويا دوزيام توي اي عاد والله تضحك ماذا بها؟ لا اخوي اللطف علي والله اللطف علي قول يا عاد يفتح الستار ما هربتش معاه اسكت انت اسكت دقيقه دقيقه مش باش يفتح ما هربتش معاه هي صحيح استنى هربت معاه ولا صحيح مشي هربت معاه على خطر علاش؟ خطر علاش؟ مانيش نشجع في الناس على هروب راه اما علاش هربت؟ خاطرك حبيته به في حاجات خايبه اكيد كل بشر في حاجات خايبه البرنامج مش باش يوفى اللي علاش تقول لك يا علاش هربت معي اه شنو هي قال لك البرنامج مش باش يوفى الا ما تقول علاش انت هربت معاه هيا يا فطور شنو هو صالح علاش هربت معاه هكاك لا طحلة دزو هكاك يا بنتي علاش هربت معاه هكاك لا ما تقوليش هكاك اهو اهو اسمعوا هاك يا سعاد كان جاي واحد اخر في بلاصته تهرب معاه ما تهربش معاه كان كروم وما ادراك ما كروم شنو انت تحب وتموت عليه اما انت بركه جاتك رزين تحب نزيد نقروا نقروا تو لا يرحم والديك بالنسبه لي علاش هربت معاه يا ولدي فكني من المشكله هذه بس والله لا كان يا فاتوم رانت وحشتك الله 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 بالنسبه لي نادر والله باهي الرجل هذا خسارته يضرب برا باه هي مصيبه يضرب اما حتى انت تضرب زاد مقخل تضرب دار فيها كانتيكا شطاف طاف تضرب مليحة تضرب بالله في النقاط الحساسة وين ضربت تشبيك تضحك تضحك ظهر فيك ليك 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 كليت رايح ما يترايح كليه ساعات مش ليه ساعات كي غلب عليه نضربه يغلب عليه نضربه لا هو واحد راه يخليه يغلب عليه راه امشي هيا نحبك هيا اسمع هذا يا ابو صغيرات تبعني تبعني طبعا افطوم خلينا بتفدليك والله بالحق طلقك الرازلك في الاخر
لا داركم لا غيره لا غيره لا غيره. سامحوا المره هذه والمره الجايه تي مرا مريضه وربي يشفيك. شكون باش يقف معاك؟ لا قدر الله ايش نقول لك؟ اسمعني اسمع، لا قدر الله تصير حاجه بعد عمر طويل وربي يشفيك ولاباس عليك وتو داوي وقت الموت ماشي صايمه، وقت اللي الموت يلزم الصغار نورمال ما قلقنيش بعد عمر طويل. حرام عليك حرام عليك والله بالحق والله والله قال لك بعد عمر طويل الراس تيسي. طيب انا قلتها انا قلتها زلقت قلتها زلقت. لا لا بالرسمي انا مريضه قاعده مريضه يا ولدي راني قاعده نداوي روحي ابجل بصراحه. شكون باش يضمن لي حياتي اللي انا نقعد حي؟ اعطيه فرصه. ما نعطيهش حتى فرصه، لا يعطيني لا نعطيه يرحم والدي. لا كان القدر طاح راهو طاح ما عادش نصلحه. لا ما ينصلحش يتصلح والله صدقني. انت واش هو فطوم هرسك بطريحه هرسته حتى انت زيد تضرب صحيح. ايه عنف متبادل وكا بالنسبه لي انا وفين مكتوب والله صدقني هكا ربي ان شاء الله يزين عليه وربي يلقى ما خير مني. باش تيتم صغارك بالحياة هادي ايش اقف بحذايا فطوم. اقف يا كريم فطوم. نعم ما حبكش تحسبها غلطة. ايه ماشي غلطة. اسمع حبكش تحسبها بالغلط. اذا كانك تحسب فيها اذا كانك تحسب فيها بالغلط ترد بالك تمشي في الغلط. حبك تحسبها صحيحة المرة هذه. ايه صدقني ليه في خم تكلم معنا تفضل. المرة هذه نحبك تحسبها حسبة صحيحة، تحسبها حب قديم ينجم يتجدد، تحسبها صغيرات يتربوا في ظل ابوهم ما يتربوش بعاد على ابوهم، واللي تكسر ينجم يتصلح مهما كان الخطا. كريم. نعم. اش عندك ما تقول؟ نقول لها ارجع ونعوض لك اللي فات الكل. كلمه رجال. كلمه رجال وانا راني نحبهم زلت حاجتي بالي هذه ساعه. ما تخسر شيء يا فطوم. اللهم يفرقنا كان الموت سي علي. اللطف عليكم الزوج، مازلتوا صغار، أكيد غلطتوا في حق بعضكم، أما راهو الدنيا هذية السماح فيها وارد. الراجل جاي طلب السماح. أنا نتصور لو كان ياخو فرصة خير من اللي ما ياخوهاش، ما تخسر شيء. أعطيه الفرصة. بالك يتصلح. كان ما تصلحش غدوة صيب عليك من. حط في عينيك زوج صغيرات. لا لا حطهم في عينيك ما تخسر شيء فطوم. شنو هو باش تخسر انت تو تو؟ شنو هو باش تخسر لو كانت تقول ايه وترجع لراجلك؟ تبعني تبعني ويتصلح بالحق. بالعكس ربحت. تعرف شو ربحت؟ ربحت راجل صلحته وربحت انه انك ترجع له ومعكم صغاركم. به افتراضا قلت ايه وطلع مش في المستوى برد على خير قل له غدو قلوا تصبح على خير. ما عندك ما تخسر ما عندك ما تخسر. أنا نأكد لك أني ما عندك ما تخسر. خمم في رؤى ونور اليقين تبارك الله عليهم أحلاها كالوليد. هذيك راهو تصوير أبوه. راهو حتى أبوه تبعده وما عادش أنت وياه باش يقعد لك كريم كاين له كريم أنت. هو فعلا قال كريم. ها؟ هو بيدو كريم. خليهم زوز وكهو ما دام طلعك كريم في الشبيهه وفي الطبيعه وفي الدنيا كلها. لا في الطبيعه خويا لا. ها؟ لا تو يصلح بوه. لا لا تو يصلح بوه. ان شاء الله لا تو يصلح بوه. تو يصلح بوه. اخرى. ما هو بوه نرفوزي. لا خويا. اسمع بوه نرفوزي اما طيب. انا متاكد اللي بوه طيب. متاكد من حاجه في كريم طيب. وحنين. وكان اسمع وبيني وبينك كان ما جاش حاجته بيك والله راهو لا جاه. تعرف أول كلمة اش قالها؟ قال لي نحبها نموت عليها. تحب نذكرك بالكلام اللي قاله ونذكرك بالكلام اللي قاله. أنا نعرفه راجل وسيد الرجال وما يعاودهاش مرة أخرى. وأنا نعرفك مرأة طيبة ومرأة باهية وقلبك كبير كبير كبير. ما تهدمش حياتك وما تهدمش زهرك. أنا هذا شو أقول لك. وأنت اعمل اللي تحب. أنت تقرر وتعمل اللي تحب. سؤالي لك يفتح هذا الستار صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الفليسي. يفتح الستار؟ لا متأكدة؟ متأكدة يا فطوم والله صدقني هذيك هي قراري.
انا تعرف مش نطول معك برشا، باش نطب لك تحت الستار يعني. اقعد غادي، اقعد اقعد غادي، ما تطبش اقعد غادي، لا تطب هات عميها اقعد غادي. انت ديجا طبيتها وعميتها من الاول. ماكش مقتنع سي سيور بصراحه بصراحه، قول لي الكلمه ذي ومر على روحك. ماكش مقتنع، استنى ماكش مقتنع بانه الستار يقعد مغلق. لا يقعد مغلق ومشني باش نفتحه. بالكل بالكل، وراس مريم ونور اليقين هذوك اللي توا نخزر لهم ونخزر ربي اللي يفتح الستار. صدق حياتك مدام، قلتي حره فيها. شكرا لك مدام، ميرسي، الى اللقاء. شكله عامل عامله. لا والله لا ما عندي ما لا فما ليه. حاجه ما فهمتهاش، مصره هي مصر. فما حاجه؟ لا ضغطين عليه الدار. فماش حاجه اخرى؟ لا. باهي كريم، كان فما حاجه الايام اللي جايه تهز تليفون وتكلم. تحيه كبيره كريم، شكرا لك. ان شاء الله. مع الاسف مع الاسف لا ما تمكنناش اليوم فريق برنامج عندي ما نقول لك من اللي يفتح الستار بين كريم وفطوم، لعل الايام القادمه تاتي بالجديد. مشاهده طيبه للجميع. بعد الفاصل باش نتعرفوا على حكاية مدام سعاد اللي بنتها كان ديما تعنف فيها ووصلت حتى طردتها من الدار. شو وضعيتها؟ كنت تغشش تعمل قدامها تعمل، كنت تغش. تخرجك بالسيف تقول لك جيب لي الفلوس؟ والله فما مرة قلت لها غفران ما عنديش فلوس. أوه. قلت لها غفران ما عنديش فلوس. أوه. قلت لي بيع روحك للسيودة جيب لي الفلوس. هاي كردي تسلف جيب لي الفلوس. بيع روحك وجيب لي الفلوس. ما يهمنيش، بيع روحك للسيودة جيب لي الفلوس باش تشري. تجيك في حالة طبيعية ولا إيه مادام بعد ما تعطيها الفلوس؟ دخلت الفلوس تركها. هي تو أنت شبيك؟ علاش جيت أنت؟ أنا الإنسانة ذي أنا مادام تعبت عليها و صرفت على دم قلبي وتسرت عليها الليالي ما نحبهاش تضربني. اما توا باش نتبعوا حكايه سي لسعد اللي بسبب نسيبته هربت مرته بالدار ورفضت باش ترجع له. نحكم في مرتي نحكم فيها انا، كي يجي جده وامه يقرروا برنامج بين بعضها ما انا ما عادش نولي معاهم في الدار. تلقى روحك البر. لا عطوش انا واخو مرتي وماخو ما ردك رول.